أعلنت محافظة الفيوم عن بدء موسم حصاد القمح المحلي لعام 2024 من داخل أحد الحقول الزراعية بزمام دار الرماد بمركز الفيوم. وتعمل الدولة بكافة أجهزتها على الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول، كما حددت سعر القمح ليكون محفزا للمزارعين. وتملك مصر خطة مستقبلية وسياسة ثابتة بشأن الأراضي المنزرعة بالقمح لتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي، وصولا إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. المساحة المنزرعة 171 ألف فدان، إن شاء الله مستهدف توريد 231 ألف طن. عندنا الساعات التخزينية في محافظة الفيوم الحمد لله عندنا 14 موقع تخزيني، في 3 صوامع، في 4 هناجر، في 7 شون، وفي مركز تجميع. إن شاء الله يبقى موسم موفق بإذن الله. كده الموسم يعني في إنتاجية عن السنة اللي فاتت، في فرق أردبين كمان، يعني السنة اللي فاتت كان 23، السنة دي متوقعين 25 أردب للفدان.